حصل هناك دي يا اسطى حسن؟ يبين عليها خناقه. يا جدعان وضع الفوزة دي هاتف التندد انا وربنا لو عرفتيه. بس يا سيد كان سببه ايه يا ست ام عواطف؟ سببه بنت اختي. حكمة؟ هيكون من غير حكمة. هي عملت ايه يا اختي؟ واحد كان بيعاكسها في السكة شافه لسه سيد راح ماسك فيه. هي دي النايبة التقيلة حجتها في الخناقة علشان حكمك. واخرتها بقى مع الست حكمت بنت اختك دي. وهي ذنبها ايه بس يا حاج؟ يوه ماما هما اللي بيعكسوها. يا ست تمشي في حالها، مش كل يوم تعمل لنا خناقه في الحاره. والله لولا لا يا حاج كان من جميلك بقى. هي لها حد في الدنيا غير ربنا واحنا؟ وهو بكره ربنا يسهلها لها وتخرج من هنا على بات العدل على طول. ويجيلها منين العدل ما دام طلع علي فيها وحط لي مناخرها في السماء؟ ما خطابها الاستاذ سيد وكامل المزاين وغيره وغيره ولا عجبهاش حاجه. معلش يا اخويا متعشمه تاخد واحد افندي مستوظف. معلش بقى يا حكمه يا اختي واخد كفايه. قليل الادب. معلش يا اختي ما لقيت غير جربوع زيدك. روحي بقى متاخره على شغلك يا اختي. واحد للدكتور وواحد للمحامي. حاضر. خلاص يا عدريس. خلاص خلاص. من امتى انا باخد منك فلوس؟ يا جدع عيب ده احنا جيران واصحاب. بس اسمع انا عايزك تريحها حوالي 3 ايام لحسن هتوجعك تاني. يا راجل اطلع من دول يعني انت مش محوش لك قرشين على جنبك. طيب مع السلامه. مع السلامه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا منى. متشكرين قوي. العفو. حبيب زبيب. يا مغيث. ايه ده؟ يا وعدي. ايه ده يا جدع انت؟ ده يا جدع ياهو. تعال شوف المظيه قشطه بلوزه. يا جدع احتشي دول جيران. وماله؟ ما هو الجار اولى بالرؤيه، مش احسن ما ابص لحد غريب؟ يا راجل يا عالي ما يصحش تبص لجارتك بالشكل ده، تكون بتنفط بتقلع. خد.
ما تقتيش على دمك يا جدع انت وتبطل الحاجات دي. ايه؟ مش جايز لو حد شافك يضطر يقفل الشباك وتبقى انت كتمت حريته؟ يعني يا بتاع القانون تبقى اعتديت على حريه غيرك. اولا انت تخليك في الطب بتاعك، انت تدي حقنه تربط صباع، مالكش دعوه بالقانون، القانون ده من اختصاصي انا. ثانيا مفيش قانون بيحرم البص، صحيح ان هو بيحرم لمس المعروضات، وتفسير ذلك كان تقول مثلا يا ذات الارجل العاجيه، او يا ذات الشعور الذهبيه، او يا بنت انت يا مهلبيه. ثالثا اللي بيخالف القانون حضرتك مش انا. انا قطعا اللي بيشتغل بمهنة الطب قبل ما يتخرج زي حضرتك يقع تحت طائلة القانون. ليه يا اخوة انا فاتح عيادة؟ ان شاء الله تحط قطرة، عارف لو ظبطوك يا خفيف هيقبضوا عليك ويحطوك في التخشيبة لحد ما اطلع انا واجي ادافع عنك. حلو قوي عشان توصلها لي تأمين. طبعا واعدام كمان. طب يلا اتفضل. صباح الخير يا حسن. صباح الخير يا دكتور. يا اخي بقى كتر الشطه. عينيا الاثنين يا استاذ، نهاركم ابيض ان شاء الله. نهارك المضيه باذن الله. يا جدع انت اصطبح. انت ما كانش صح تبقى الدكتور احمد، انت كان حقك تبقى الشيخ احمد. طب بس يلا يلا. شاور بصباعك يا حلو على اللي يعجبك، وانا مستعد اشتري لك الباترينه بحالها. طب تسمع يا فندم تتفضل. اي ايه؟ صوابع رجلي مالها؟ الظاهر ان الجزمه ضيقه. اشمعنى ضيق دلوقتي ما بقالك سنه لابسها؟ يبقى لازم الشراب هو اللي ضيق. ما بلاش حاجه عشان تقف تعاكس. تستعجل عليه يا جميل. حلوه هرطت خلاص يلا بينا. يا استاذ شتمت. ما دام شتمت يبقى مفيش مانع، اشتمني كمان والنبي. يا جدع انت احترم نفسك. الله، هو انا اتكلمت فتحت بقي؟ اهو. يا بختك يا عم، هطلها تبقى المصيه لوحدك، حلال عليك. السلام عليكم. انت مش هتختش على دمك بقى وتلينها؟ مين انا يا فندم؟ يا دمك يا اخي يا بجاحتك. طب ابعد بقى احسن اخلي نهارك زي الزفت. ايه في حاجه استانم؟ لا فندي، ده اللي مش متربي عمال يعكسني من الصبح، ماشيه في الشارع ماشي ورايا، ركبت الاتوبيس ركب ورايا، عايز مني ايه ده؟ بتسيبوا الناس في حالها. الله، مش عيب تعكسها وتضايقها؟ انا والله ولا عكستها ولا كلمتها. الله على النبي، ناس ما عندهاش دم. هي يعني هتتدلع عليك يا اخي؟ انتوا مالكوش اخوات تخافوا عليها؟ لا، انت تحفظ مركزك وتخليك في نفسك. اهو ما ناخدش منكم الا البجاحه وطوله اللسان. خلينا رجاله. انت يعني وبعدين معاك؟ ايه انا هتعملوا ايه؟ وريني كده هتعمل ايه؟ انا هوري لك هعمل له ايه؟ تعالى بقى يا جدع. ملوش اوعى اوعى تتكلم. ازاي الحال النهارده يا عم يوسف؟ الحمد لله يا دكتور احمد. بتاكل كويس دلوقتي؟ والله انا والاكل اللي بيجي كتير قليل اديني باكله. يا مدمازيل ميزان الحراره من فضلك. تسمحي ميزان الحراره؟ حاضر. متشكر. العفو. تسمعي من فضلك تجهزي الحقنه اللي قال عليها الدكتور. حاضر. انا حدوس يا عم يوسف، لو حسيت باي الم قول لي. حاضر. في وجع هنا؟ لا. وهنا؟ ولا هنا. ايه يا دكتور احمد؟ ايه الحاله دلوقتي؟ في تحسن كبير يا دكتور. شفت ايه؟
مفيش حرقان في المعدة، بيستريح بعد الأكل، حرارته طبيعية ووزنه زاد. ده أنت خلاص بقيت أستاذ أهو، وهنيت يا دكتور أحمد. شكرا يا دكتور. دكتور أحمد، أنا متأسفة قوي على اللي حصل النهاردة الصبح، ما كنتش عارفة حضرتك، أنا منقولة في القصر العيني بقالي أسبوع بس. لا أبدا، ما فيش حاجة، ده سوء تفاهم بسيط. في الحقيقة اللي ضايقك زميلي مش أنا، الظاهر كان بيشوفك كتير قبل كده عشان طريقنا واحد، فحصل اللي حصل النهاردة. لا يا دكتور أرجوك، أنا مش زي الممرضات التانيين. أنا شخصيا تعجبني كل واحدة تحترم نفسها وتصد الشبان اللي بشكل ده. متشكرة يا دكتور. العفو. الشياكة دي كلها منين الفستان ده يا حكمة؟ مش من مصر يا اختي. امال منين؟ واحد قريبنا كان بيسيف في اوروبا جاب لي قماشه من سويسرا. هينطق عليك. تعرفي نقصه ايه يا حكمة؟ العربية طبعا. عربية حتة واحدة؟ يعني كتير عليا، عربية وفيلا كمان. ولا تزعلي يا ستو، كمان عليهم عريس. مش يا صفيه. اللي واخد عقلك يتهنابه. فستان حكمة، طب ما تشتري لك واحد زيه. منين؟ هو في منه في مصر؟ ده من سويسرا. سويسرا البلد ولا المحطة؟ موجود منه في الموسكي يا ست صفية ب32 قرش، وإذا كنت عايزة أجيب لك ب30. يا نهاري، طب وبتكذب عليا ليه؟ هي كده غاوية تهجس عشان تصطاد لها واحد متريش ولا دكتور تتجوزه. إيه أفهمي؟ مراد؟ الله يجازي شطارك، إيه اللي جابك هنا؟ لازم عندك يعني ما لقيتش إلا القصر العيني. ما انت مفيش حته اللي مالك فيها واحده ولا اتنين. اطلع بلاش غلبه، عمك عايزك ضروري. عايزني في ايه يا اخويا؟ ما انا لسه كنت عنده امبارح واخد منه المصاريف. عاوزك في مساله مهمه. مساله ايه المهمه دي اللي هتخليني اروح من القمح دلوقتي؟ ما اعرفش، يلا بلاش عطل. سلامتك بعد الشر عليك ان شاء الله. انا يعني سالت عليا. اديني بس اهو عايز اشوفك الليله ضروري. امتى؟ الساعه 7 في الشبرت. كويس. اوكي مراد، باي باي. باي باي. وسع. مش دي اللي قابلتك معاها في السينما؟ في السينما؟ لا، ديك اسمها ليلى. هما بقوا كام لحد دلوقتي؟ ما تعدش. مش فاهم يا اخي، انت بتعرف توقعهم ازاي؟ سر الصنعة يا دكتور. عايز تتعلم تعال اسهر معايا الليلة. فين؟ نروح شيبرد وبعدين عندي في الشقة. لا يا عم افتح الله، خلي الرياضة تنفعك. مش عارف حصل ايه؟ مراد لما نصحك تبعد عن البنت دي ما عملتش بنصيحته ليه؟ بنت مين؟ البنت اللي حضرتك خدعتها، اللي وعدتها بالجواز وبعدين سبتها بعد ما عملت عملتك. حرام ده ولا حلال؟
ما عندكش ضمير، ما عندكش دين. مرة دي يا سي احمد عرفت اسكتها بالفلوس ودار الفضيحة. يمكن يا بابا. اسكت انت مراد. الحمد لله اني ما طلعتش بالاخلاق دي. قسما بالله لولا المرحوم ابوك موصيني وسايبك امانه في رقبتي انا كنت رميت طبطك خالص. معلش يا بابا اعتذر لعمك بقى. على كل حال انا اسف يا عمي على اللي حصل. كسبنا صلاه النبي. تعمل عمليتك والاخر تقول لي انا اسف. روح يا فندي، روح دور على دروسك والتفت لمستقبلك. يلا يا احمد يلا يلا. على اذنك يا بابا. استغفر الله العظيم. ايه ده يا مراد؟ معلش يا احمد ما تزعلش، ربنا يقدرني على رد جمالك. يا مراد دي مش اول مره توقفني فيها المواقف المحرجه دي. يا اخي فوت بقى ما تدقش، بكره يا سيدي تقع وانا اصدر لك. لا يا سيدي كتر خيرك. عن اذنك. على فين؟ ما احنا نازلين سوا. هروح اسلم على والدتي. مع السلامه. طيب يا احمد مع السلامه. خليك يا هدى كملي الدرس بتاعك. خلاص يا ماما ارتاحي انت. ابي احمد. اهلا يا احمد. ازيك يا نينا؟ الحمد لله على السلامه يا ابني. خير يا احمد؟ في حاجه؟ خير يا نينا مفيش حاجه ابدا. اصلي سمعت ان عمك زعلان منك. لا ابدا، ده كان سوء تفاهم بسيط وخلاص انتهى على خير. ما تخليش عمك يغضب عليك يا احمد علشان خاطري. الراجل قايم بالواجب وزياده شويه. عارف يا نينا، كتر الف خيره. ابي احمد شوف خطي دلوقتي. وريني كده. الله، ده بقى حلو قوي زيك تمام. ده درس النهارده اللي اديتهولي قبل امينه. هي امينه هنا؟ ايوه يا ابي، بتحضر فطير مشلتت. والله كتر خيرها، مانيش عارفه من غير امينه كنا هنعمل ايه. دي كل يوم بتيجي تذاكر لاختك وبتقضي لي اللي انا عاوزاه. والنبي امينه بتعزك قوي يا احمد. اوعى تصدق الكلام ده. هو انا عبيط؟ العفو، اتفضل. ماشي. ده سخن قوي. معلش يبقى دي حقن البنسلين. اتفضلي يا خالتي. يزيد فضلك يا حبيبتي، والله انا ماليه نفسي. خييييه، بقى ده فطير تعمله واحده خريجه معهد التدبير المنزلي. ماله بقى؟ انا عارف طعمه مش عاجبني، انت عاجبناه بايه؟ بحديد وزرنيخ. كده اجيب لك المسطره؟ والنبي ايه؟ ده كان زمان وجبر. يعني دلوقتي كبرتي، ياك فاكره نفسك بقيتي مدرسه بحق وحقيقي. الفضل ليك يا دكتور، مش كنت تلمستك؟ يعني نفعت تربيتي. جرى ايه يا ولاد؟ انتوا دايما تتنقروا كده، اشحال ما كنتوش ولاد خاله. ما هو يا خالتي اللي حاطط نقره من نقري، مستصغرني في عينه. ما هي يا نينا اللي غاويه طريقه. لا دي لازم مناقشه بقى، انا ملياش دعوه. لفيله يا امينه بقيت الفطير ياخده معاه يدر نفسه بيه، تلاقيه يا كبدي بياكل كل شنكان. تلفيه في ورقه نظيفه يا مدمازيل. ملفهولك في شاش معقم احسن. لا يا شيخ. لا يا شيخ. طب يلا يلا. اتفضل بقى يا عم، كل وادعي لي. ايه ده؟ فطير. الله 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 الله، انت لابس النهارده البدله على بعضها، ايه الشياكه دي كلها؟ سيبك انت من الكلام ده، ما تاخدنيش في دوكه. ايه ده؟ النص. ده النص ده؟ بالعدل. قسمه قانونيه، قانون تقسيم الفطير بيقول لك ان العبره مش بالشكل، العبره بالحجم والوزن. شوف دي، شوف دي رفيعه ازاي، وشوف دي تخينه ازاي. كل يا شيخ كل كل. ما قلتليش يعني انت لابس النهارده بدله العيد ومقابله الحكام ورايح على فين؟ ايه يعني عجيب قوي؟ لا مش عجيب ولا حاجه، بس لازم اعرف. مش ضروري تعرف. مش ضروري مش ضروري. ها هات الشنطه. اسمع على بيت. نعم. البنت بتاعت امبارح مالكش دعوه بيها. ليه بقى؟ اصلها طلعت ممرضه عندنا في الاصلعين. حلو. عملت معاها ايه؟ علقتها؟ علقتها ده ايه؟ يعني ما نزلتش فيها حب؟ يا لبيب وانا بتاع حاجات زي دي. يا خيبتك التقيله، انا عارف دخلوني الحقوق ليه؟ مفيش ممرضات عندنا. لا يا لبيب، البنت دي مش زي البنات التانيين. بقى اسمع ما اقول لك، انت لما كنتش هتتقصر عني والله العظيم مش هيحصل لك كويس. يا شيخه روحي بلا نفخه كدابه، احنا عارفين البير وغطاء. بلاش قله ادب، انت اللي 60 قللتي الادب. انا يا امي. لكن انا عملت لك ايه عشان تشتميني وتضربيني؟ انا ايه حصل ايه يا جماعه؟ تصور يا دكتور احمد تشتمني تضغطني بالبوكس في صدري. انا زغتك يا كدابه انت؟ اتفضل شايف بتشتمني ازاي؟ انا عملت لك ايه عشان تعامليني بالشكل ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اواصف يا ست ريس، تصورت تشتمني وتضغطني بالبوكس في صدري قدام الدكتور احمد، انا اتنقل ابويا واتهزق. ازاي تعملي كده يا عواطف؟ ابدا وحياتك يا ست الريس ما حصلش، الدكتور احمد قدامك اهو. ملوش لزوم يا جماعه. شتمتها وضربتها قدامك يا دكتور؟ والله انا ما شفتش، اصل لسه جاي دلوقتي. كدابه. بس خلاص دي اخلاق ومردات دي. احنا في حاره ولا في مستشفى؟ فين عيانين يستحقوا الراحه؟ معلش حصل خير يا ست سعاد. يلا اتفضلي انت واقف شغلك يلا. متشكره قوي يا دكتور احمد. على ايه؟ ما كنتش منتظره انك تشهد ضدي. ما اقصدش انا لا شهدت ضدك ولا ضدها، انا ما قلتش غير اللي شفته. معلش
على كل حال انا عارفه هما بيكرهوني ليه، وحضرتك تقف ضدي كمان، وانا اللي كنت فاكراك، لكن الظاهر انا كنت غلطانه. تتخانقي معاها ليه يا بنتي؟ دي عواطف جارتك وبنت حتتك، ده بدل ما تبقوا حبايب. حبايب؟ دي غيرانه مني هتموت. متهيألها اني هخطف منها الاستاذ سيد، وانا لا عايزه سيد ولا عايزه اشوف وشه. والنبي الاستاذ سيد ما في حاجه تعيبه. وتجوز صوتنا يا حكمه. يعني نبك ايه من شحطتك وتعبك على ما هي فاضيه؟ مش جوازك احسن؟ احسن. لكن مش انا يا خالتي اللي اتجوز واحد فقير يعيشني على الدقه ويشغلني خدام. الفقر مش عيب يا حكمه. ابوك الله يرحمه كان فقير لكن شريف. انا واحده متعلمه يا خالتي، ما يصحش اتجوز الا واحد عليه القيمه. الجواز اسمه ونصيب يا بنتي. اهو ده الكلام اللي لا يوادي ولا يجيب. ما هم متجوزين دكاتره ومحاملين ومهندسين وعندهم فيلات وعربيات. عايز افهم يعني احلى مني اجمل مني؟ انا ضفر برقبتهم. وهو نص سيد مركزه شويه. والنبي تقفلي على السيره دي بقى وما تكلمينيش فيها تاني. اذا كنتوا متضايقين مني قولوا لي، وانا مستعده اسكن في بيت الممرضات على طول. اتمسي بالخير. مش هتتعشي؟ لا حنان. تصبحي على خير يا حبيبتي. وانتي من اهله. الشيخ العمر احمد حالا، بس لما خلص المحاضره اللي فيه. مدمازيل حكمت افندم، تسمحي لي اوضح لك المساله؟ ارجوك انا عندي شغل. جهاز الضغط؟ مين اللي كسره؟ انت يا حكمة اللي كسرتيه؟ لا لا، وقع من ايدي الكسر. ده عهد وتمنه حوالي 20 جنيه. انا لازم ابلغ الادارة. امرك. لبيب لبيب لبيب، انت تعمل ايه يا اخي؟ بذاكر. اسمع، معاك فلوس قد ايه؟ نعم فلوس فلوس، معاك فلوس قد ايه؟ انت بتهزر؟ عايز الفلوس ليه؟ اصل النهارده اتكسر مني جهاز الضغط ولازم اجيب غيره. وده ثمنه كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه 20 جنيه. ليه؟ ده جهاز ضغط ولا جهاز عروسه؟ يا اخي انت بتتريق. انت عايز يكون معايا انا 20 جنيه؟ امال معاك ايه؟ معايا الساتر. طب وريني الساتر. اهو 45 قرش يكفوا؟ ما يكفوش. خلاص وريني دي. الا النضارة. انا لا يمكن اسيبك تبيعها ابدا. بس وريني. لا يمكن. طب امال اعمل ايه؟ ما تروح يا اخي لمراد ابن عمك تستلف منه. الله، ما انت استلفت منه قبل كده. والله فكره. شكرا يا بلدي. مع السلامة. استلف مني. والله يا احمد معيش غير دول 12 جنيه بس، ولاجل الحلفان شويه فكه خليهم لي. يبقى الباقي 8 جنيه. تفتكر يا مراد لو رحت لعمي يرضى يديهم لي؟ ما افتكرش. هيعتقد انك انت هتصرفهم على واحده. اقول لك، انت لو تستنى شوية انا متأكد انه هيبعت فلوس. اصل ما عنديش وقت. طب وايه العمل؟ انا مش عارف. ما فيش غير ان اروح مني القمح، هي والدتي اللي دايما تنقذني في الحاجات. خلاص روح. عن اذنك. مع السلامة. والنبي يا ابني ما معايا. وايه العمل بقى؟ مش عارف يا نينا، انا خدت من مراد 12 جنيه، هم كل اللي كانوا معاه. تروحش لعمك تقول له. مكسوف اروح له يا نينا، اصل لسه واخد منه المصاريف اول امبارح. استغفر الله العظيم يا ربي. امال بس يا ابني هنحلها ازاي دلوقتي؟ ابو الامينه. ايوه يا هدى. ولو ابي احمد ما دفعش الفلوس هيعملوا له ايه؟ هيعاقبوه. يعني يخلوه يحط وشه في الحيط؟ اكتر من كده كمان. حرام يا ابلة. بتوشوشيها بتقولي لها ايه؟ ولا حاجه يا احمد، انت بتشخط كده ليه؟ اصل انا مش فايلك دلوقتي. جاي تشطر عليا؟ كنت شاطر على وقع منك كسر. عن اذنك يا خالتي عشان لسه ما روحتش. طيب يا بنتي، مع الف سلامة. سعيدة يا ابي. سعيدة يا امينة. زعلان؟ لا.
اللي يزعل يشرب من البحر. ابي احمد. ايوه بدر. حوشة 25 قرش في الحصان اهم. خدي يا خدي. اهدى يا امين. ترهنيهم تبعيهم اتصرفي فيهم بمعرفتك. ليه يا بنتي؟ عشان تدي لاحمد يدفع ثمن الجهاز اللي اتكسر. يا خبر يا امينه، اقلعك سختك. ارجوك يا خالتي، احمد غالي عليا قوي، ما اقدرش اشوفه في دقيقه واسيبه. بس ما تقوليلوش. ان شاء الله مع دمك يا بنتي. روحي الهي يجعلك في كل خطوه سلامه يا امينه يا بنت اختي. عشان اعرف حصل ايه. دفعت لهم الفلوس؟ طبعا. وانت ذنبك ايه؟ انا بعتبر نفسي مسؤول. ازاي بس وانا اللي كسرته؟ ما عندكش فكره انا متضايقه قد ايه دلوقتي؟ على ايدي، مساله بسيطه. اصلا انا اليومين دول بقيت عصبيه وخلقي ضيق. ليه كده؟ مش عارفه يا دكتور احمد، حاسه اني وحيده والدنيا فاضيه عليا. ما عرفتيش الاحساس ده سببه ايه؟ يمكن عشان ماليش صديقات في المستشفى. لا ابدا، مش ده السبب. دي اعراض مرض نفسي ولازم تعالجي نفسك حالا. مرض نفسي؟ ما تتخضيش، ده علاجه بسيط. بسيط ازاي؟ يلزمك 3 مرات في الاسبوع قبل العشاء تخرجي تتفسحي، حالتك تتحسن على طول، ويمكن كمان من اول فسحه. وبعدين معاك؟ تحب نروح فين؟ عندك مانع؟ لا. يوم الخميس الساعه 7 قدام مخزن الخشب اللي بعد النفق. وفيها ايه؟ لا دي فيها وفيها. لا ما فيهاش حاجه. عليا انا الكلام ده؟ يعني هيكون فيها ايه؟ الهلب شبك. وانا بتاع حاجات من دي يا ابني. ريحني. مش هرد عليك. طيب سين سؤال، تقدر تقول لي حضرتك رايح فين؟ رايح اقابل واحد يا اخي. وفيها ايه؟ كعب عالي ولا واطي؟ ايه كعب عالي وواطي؟ بقول لك واحد واحد. وما دام واحد لابس له شيك ليه؟ علشان راجل مهم. طب والدندنه ليه؟ مبسوط يعني حاسس بسعاده. ايوه علشان رايح تقابل واحد. سكت ليه؟ ما ترد يا اخي. مش هرد يا اخي. خلاص يبقى فيه. فيه ايه؟ فيه مهلبيه وقشطه وبلوزه. انت يا اخي مصيبه. خدني معاك. عشان ايه؟ علشان احرسك من العين. ده انت تجيب لي الكافي. خيرا تعمل شرا تلقى. وهتروحوا فين؟ احنا هنقعد في مكان شاعري على النيل. شاعري ايه؟ الحاجات دي بتلت. اتنجر بقى يا نيله، خدها واقعد في كازينو. كازينو ايه يا جدع انت؟ ده انا عايش الهوا. الليله هنخليها ساده كده. السلام عليكم. اه يا بختك يا ابن الايه؟ يا خسارتك يا ابو اللبليب. انت اللي ليا في الدنيا. يخس طلع راجل. اصلها بتاعت مراد ابن عمي. انت ما عندكش عربية؟ لا. دي تسوى لها 2000 جنيه. باين على ابن عمك ده غني قوي. فعلا، وابوه غني كمان. ما
هو اللي بيصرف عليا، اصل لما والدي توفى ما سابلناش اي حاجه. لكن الظاهر علي بيحبك قوي عشان بيديلك عربيته. مفيش فرق بيننا وبين بعض، احنا صحيح ولاد عم انما اصحاب قوي. احنا رايحين فين؟ تحبي تروحي تتمشي على النيل في البرد ده؟ طيب تروحي سينما؟ في روايه حلوه قوي في الاوبرا. بس الاوبرا مش ممكن، اصل مش هنلاقي محلات و وايه؟ ويعني مفيش تذاكر. طيب نتمشى على النيل. تاخدي جاكيتة بتاعتي على كتافك؟ لا متشكرة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا احمد. اهلا مراد. مراد انا عايز العربية النهاردة. ايه حكايتك الايام دي؟ يا اخي عايز وخلاص، يعني انت لازم تسأل. انت باين عليك اعراض خطيرة. هو حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ يبقى حصل. تعال بقى احكي لي. احكي لي. احكي لك ايه؟ بنت لطيفه تعرفت عليها وعندنا ميعاد الليله. كده يا هايل. اما صحيح تحت الزاهد اهي. ايه والبنت دي تبقى مين؟ دي ممرضه عندنا في القصر العيني. اخلاقها كويسه قوي. ما عندكش فكره مراد انا بحبها قد ايه. بتحبها كده حب حاف يعني؟ حاف. حاف يعني ايه؟ ندخل في الجد. الحب الحاف بتاع الاهات والاشواق ده مش اسمه حب، ده وجع قلب، دقة قديمة. الحب دلوقتي تسالي، أزأزة، النهاردة مع ميرفت، بكرة مع سنية، بعده مع خديجة. لا يا مراد، أنا مش موافقك على الحكاية دي. الحب اللي أنت بتتكلم عنه ده متعة وقتية، لكن الحب الحقيقي متعة دايمة. واللي يحب يعيش دايما في نشوة السعادة، في البيت، في النادي، مع حبيبته، لوحده، في كل لحظة في حياته. يا ابني ده كلام بتاع سنة أولى، اسمع كلامي وطوعني. اسأل مجرب ولا تسأل دكتور. أنا شخصية مقتنع باللي بقوله. على العموم أنت حر. أنت كنت عاوز مني إيه؟ عايز مفتاح العربية. على كل حال أنا بنصحك وأنت مش عاوز تقبل النصيحة. بس يا هات. اتفضل. قول لي. إيه رأيك؟ تفتكر الهدية دي هتعجبها؟ والله إذا كانت بتحبك زي ما أنت بتحبها هتعجبها ونص. شكرا يا مراد. السلام عليكم. مع السلامة. من اللي بيحبه. عندك شغل الليلة وكنت جاتي معايا الفرح تفرفشي شوية. فرح الأستاذ سيد على العواطف. وماله يا بنتي؟ ربنا يهني بخيط بخيط. على كيفك، مش تقومي تلبسي لا تتأخري على شغلك. مش رايحة. ازاي الكلام ده؟ ما كانش شغل ولا حاجة. أمال كان إيه؟ ميعاد مع تلميذ دكتور هيتخرج السنة يا دي النايبة، وعشان كده ما رضيتيش تتجوزي حد من اللي تقدموا لك. لا والله، كنت عايزين اجوز لك واحد مصدي من الحاره بتاعتكم. يا ما انا خايفه يكون الجدع ده بيضحك عليكي. ما تخافيش عليا، ده هو اللي يتخاف عليه. طب لما انتوا بتحبوا بعض وهتتجوزوا ما انتش عاوزه تقابليه ليه؟ تقلي تقلي، لازم الهنيب ولازم اخليه يتقلى على النار عشان يتلحلح ويستعجل على الجواز. حكمتك يا رب. يا اختي اتعلمتي ده كله فين؟ ربنا يكفينا شرك. بكره تغيري رايك لما ابقى مرات البيه الدكتور. يا استاذ، يا استاذ، انت هتقضي الليله نايم في العربيه؟ لا مؤاخذه، هي ساعه كام دلوقتي؟ يا متشكر قوي. ما تعال يا ابو حميد، بقى شوية حب يعملوا فيك كده؟ ما انا حبيت يا اخي 12 واحدة، ما قصروش في جدتي ليه؟ فرفش يا شيخ فرفش. أرجوك يا لبيب سيبني في حالي. أسيبك عشان تقلبها لي مندبة؟ أدي يا سيدي اللي نابنا من الحب بتاعك.
ادي انت حضرتك ضيعت النضاره وضيعت البنت منك وهتضيع نفسك كمان. بقالك اسبوع لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتذاكر، والامتحان بقى على الابواب يا سي احمد. يا خرابي يعني، يا خرابي بقى حضرتك لو ما كنتش بعت النضاره ما كناش اتمتعنا دلوقتي. تصور اعمل فيك ايه دلوقتي؟ تصور ان في حفله رقص قدامي مش قادر اشوف فيها الستات الحلوين المقطقطين المقلوصين. تصور تصور حالتي من غير نضاره يا سي احمد. ما تتصور ما تتصور يا اخي. قلتلك ان الست اللي بحبها دي خلاص. ما تتكلمش عن الحب، لانك لو كنت بتحب صحيح ما كنتش قلت اللي قلته. كفايه اقولك ان طول المده اللي فاتت دي ما قدرتش افتح كتاب واحده اذاكر فيه. عشان ضميرك بيأنبك. وانتي ضميرك بيأنبك ليه؟ علشان عايزه تنهي العلاقه اللي بينا. نتيجة العلاقه دي يا احمد هتكون ايه بس؟ مش قادره تصبري شويه؟ انت اللي مش قادر تصبر. كلمه واحده قلتها لك زي اللي كنت مستنيها عشان تتلكك عليها، ما ادتنيش فرصه افهمك انا ليه ما جيتش في الميعاد. طيب ليه؟ كانوا ماسكيني في البيت وقاعدين يقنعوني عشان يجوزوني واحد موظف قريب، لكن انا ما رضيتش. حكمت الكلام ده صحيح؟ رفضته عشان خاطرك. انا اسف يا حكمت، ارجوك تسامحيني. انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك. تقابليني الليله؟ متاسف. لسه زعلانه؟ لا. يبقى نتقابل. ما اقدرش. ارجوك ارجوك تقابليني الليله يا حكمت الساعه 7. ايه هو انت؟ باختصار انا عايز مفتاح العربيه الليله. طب ما تهدى بس اهدى، مش اما اطمن واسال ازاي الجو. الجو عال عال خالص. كويس عال. ايه وهتروحوا فين الليله دي؟ هنتمشى عنين نقعد في كازينو حاجه زي كده. والله يا اخي انت قربت تتلقني حقيقي. ايه؟ نيل ايه يا جدع انت؟ هو نيل هيتحمل ايه ولا ايه؟ اتلحلح بقى اتلحلح. خد وادي مفتاح الشقه اهو، انا مش هبقى موجود. روح هاتها وتعالى على هنا عشان تعرفوا تاخدوا راحتكم. يلا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مراد؟ حكمة مش من البنات اللي بشكلتها. يا خيبتك. ايه الهبل ده يا دكتور؟ هتفضل طول عمرك كده؟ خد ادي مفتاح العربيه انت حر. شكرا يا مراد. السلام عليكم. خليك ورا النيل لحد ما تغرق. اما مراد ده ابن حلال بشكل، كل ما اطلب منه العربيه يسالني عايز يطمن عليك وعليا. اوعى تكون بتقول له كل حاجه. احنا بصراحه ما بنخبيش على بعض حاجه. قلت له ايه بقى؟ قلت له ان انا بحب اجمل والطف انسانه في الدنيا. دمك تقيل يعني لازم تقول له. وفيها ايه؟ ما عندكيش فكرة مراد لطيف قد ايه؟ ده حبوب وحبيب درجة أولى. احنا هنقعد نتكلم على قريبك لحد امتى؟ صحيح عندك حق، أنا آسف. اتفضلي. مالكش حق يا أحمد، ليه كده؟ دي حاجة بسيطة. ميرسي قوي يا أحمد. بس طنط لو شافته هتقول ايه؟ من النهاردة خالتك مش هتقدر تقول لك حاجة أبدا. ازاي؟ هبعت جواب لماما علشان تباري الجواز. إنها الفتاة التي كنت أحلم أنها ستساعدني، ورجائي حضورك لتقديم الشبكة ولتباركي شريكة حياتي في المستقبل. ومني لك ولهدى أجمل تحيات، ابنك أحمد. والله طيب يا أحمد، عملت بالوصية. إيه يا خالتي مش فرحانة لأحمد؟ ربنا يهديه يا بنتي، بس كان الواجب يجي يصارحني علشان كنا رحنا شفناها قبل ما يشبكها. ما هو بعد الجواب ده عشان كده يا خالتي، عشان تسافري وتهني. والنبي انا فرحانه له من قلبي. يا عيني يا امينه، وانت اللي بتقولي كده؟ وكان حد يقدر يسعد ابني غيري؟ انا ما يهمنيش حاجه في الدنيا غير سعاده احمد. انا صحيح بعزه قوي، لكن خلاص هو اختار اللي هتساعده. خالتي عاوزين نكتب له جواب نبارك له فيه ونقول له على ميعاد سفري. لا يا امينه، احمد عمل كل ده من ورايا، واللي ما حضرتش اوله ما حضرش اخره.
بس ربنا يبعد عنه ولاد الحرام. ما يصحش يا خالتي، ليه عاوزة تزعلي؟ أحمد برضو ما يهونش عليكي، عشان خاطري نكتب له جواب. اكتبي له اللي يريحه. قبل أمينة، هو أبي أحمد هيتجوز؟ أيوة يا حبيبتي. هيتجوز مين؟ هيتجوز عروسة حلوة أوي. مش هتكون أحلى منك يا أبي. بس أبي أحمد بيحبها. إنني أدعو لك وأسأل الله أن يوفقك مع زوجتك المقبلة، ولولا أنني أشعر بتعب بسيط أرجو أن يزول سريعا لكنت حضرت لتهنئتك وتهنئة العروسة. لك حبي ودعواتي ورضاي، والدتك المحبة. اسمع يا أحمد، أنا حاسس إن والدتك واخدة على خاطرها شوية، من رأيي إنك تستنى لحد ما تيجي. أنا مش عارف أنت ملهوف كده ليه على الجواز. هو أنا قلت جواز؟ أمال إيه؟ أنا هاخد حكمة نشتري الدبل ونلبسه. طب وعايز مني إيه؟ تيجي معايا يا أخي. بصفة إيه؟ والدتك؟ يا مراد أنت قريبي الوحيد اللي موجود هنا في مصر. اسمع يا أحمد، أنا ما فهمش في الحاجات دي أبداً. أنت تروح تجهز كل حاجة وبعد كده ليك عليا يا عم أعمل لكم حتة دين حفلة خليكم تهيصوا فيها على الآخر. إيه رأيك؟ متشكر يا مراد. خلاص، تبقى تقول لي أنتوا موجودين فين وتضرب لي تليفون عشان أبقى أجي لكم. حاضر. ايه رايك؟ مش لاقيين لبعض؟ ربنا يخلينا لبعض على طول. يا ده مراد اتاخر. تلاقيني في الميعاد. لا مش ممكن. حكمه. ها؟ اوعي تكوني زعلتي علشان لبسنا الدبل لوحدينا كده من غير حفله. لا ابدا. على العموم انا اوعدك ان يوم جوازنا هعمل لك حفله قد الدنيا. المظاهر ما تهمنيش يا احمد. انا كل اللي يهمني ان اقف جنبك بقيه عمري. أساعدك في عيادتك وأسعدك في بيتك، ربنا يقدرني. أنا أسعد إنسان في الدنيا يا حكمة. من دلوقتي أنا مسؤول عنك أحمد، لازم تذاكر جد، الامتحان قرب ولازم تنجح إن شاء الله ما دام أنت جنبي. هلا مراد أهو. مراد، مراد مساء الخير. مراد ابن عمي حكمة. تشرفنا. لا 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 مش معقول أبدا. هو إيه اللي مش معقول؟ انت صحيح حكيت لي انها حلوه لكن ما قلتليش انها ملكه جمال. اهنيك على ذوقك يا احمد. ميرسي قوي يا مراد بيه. العفو يا مدموزيل، انا اتاخرت عليكم عشان لفيت كتير لحد ما لقيت ديت. ياه ميرسي قوي يا مراد بيه. مراد بس من غير رسميات. ميرسي يا مراد. هو ده. تعرفي كل مره احمد يقابلني فيها ما يكلمنيش الا عنك. وانا كمان كل مره يقابلني يكلمني عنك. لازم كان بيقطع في فروتي. مش قوي، قال لي انك حبوب وحبيب درجه اولى. اوعي تصدقيه، انا معرفش في الحاجات دي ابدا. انا راجل طيب، طيب خالص. طيب خالص، ما فيش اطيب من كده ابدا. ايه تحب اثبت لكم؟ ايوه. خلاص نقوم نحتفل بالمناسبه السعيده دي، ايه رايكم؟ نقوم يا احمد. اتفضلي. اتفضلي. شفت ازاي الرقص سهل؟ قدمتي بعد ثلاث رقصات بس بترقصي زي اي واحدة من دول. البركة فيك، انت بترقص كويس قوي. هو انت نبيهة جدا. لا انا حبيت اصدق كلام احمد. ليه؟ باين عليك عفريت. بالعكس، ده انا انسان عادي جدا، كل عيبي ان طلعت عندي شوية فلوس. طب وده عيب؟ طبعا الفلوس بتعذبني اكتر ما بتسعدني. ازاي؟ مش لاقي الانسان اللي تحبني الشخصي. للأسف كل واحدة دخلت حياتي كان هدفها تلهف قرشين وتجري. صوابعك مش زي بعضها؟ مصيرك تلاقي الواحدة اللي بتحلم بيها. تأكدي إن بمجرد ما هلاقيها هتجوزها على طول. تعرفي إن أنا بحسد أحمد؟ تفتكر؟ عارف ينقب صحيح. أوعى تكون بالجمال. أنا معرفش أجامل، دايما أقول رأيي بصراحة. ده أنت طلعتني سبع سم. أنا تحت أمرك، أرجوك تعتبريني أخ. إذا احتجت لأي حاجة ممكن تتصلي بيا. نمرة تليفوني موجودة في الدفتر.
باسم مراد الموردي. ها؟ تتحرك يا اخي، قوم ارقص مع خطيبتك. والله اتعلمت خلاص. ايه رايك في مراد؟ ابن حلال ودمه خفيف قوي. اللي عجبني فيه كمان انه بحبوح ومدردح. يعني خلاص بقيتوا صحاب؟ اخوات. الحمد لله. انا سعيد جدا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا مراد. على ايه يا اخويا؟ على الليله اللطيفه دي. دي ليله الواحد يحب يسهر فيها للصبح. بس اعمل ايه؟ عندي محاضرات لازم اذاكرها. ذاكرها يا اخويا. سلام. انا الليله اسعد انسان في الدنيا. شفت بقى ان حكمت مش زي البنات اللي كنت فاكرها. ايه قصدي اقول يعني انها حلوه. صحيح حلوه. بس تفتكر يا احمد حكمة دي تنفعك كزوجة؟ طبعا يا اخي. ليه سؤال؟ انا شايف انك انت سرعت شويه. ازاي؟ انا عندي خبره اكبر منك وبكره الايام تثبت لك. احمد معلش مسألة حظ، ان شاء الله نهنيك قريب. مش ده اللي قعدت تجري وراه لما ضيعت الاستاذ سيد من ايديكي؟ والنبي يا غازي ما زوديش الهم اللي انا فيه، كفايه اسقطه ده اللي لخبط لي الدنيا. وكان عليكي من ده بايه؟ على كل حال انا ما خسرتش حاجه. لا خسرت الاستاذ سيد. روحي شوفي الامل اللي عايش فيها. ده فتح محل موتوسيكلات وبقت قشيته معدن. هو ما في سيره غير لوسطه سيد ده. هي خلاص الرجاله خلصت من الدنيا. على فين رايحه تقابلي برضه بسلامته؟ لا في واحد لو عرفت اشنكله يبقى ضمنت السعد. هعوم في الذهب عوم. اطلع. حاسب يا على مهلك. ازيك يا حبيبي؟ سيد. فينين سيد؟ الو مين؟ حكمت؟ ازيك؟ وزي احمد بقى لي مده ما بشوفوش. اصله سافر البلد بعد ما سقط في الامتحان. ما تتصورش يا مراد انا قد ايه متضايقه. لا 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 ملوش حق ابدا. طيب تحب نخرج سوا شويه؟ انا متضايقه واسيبك. تحب امتى؟ الوقت اللي يناسبك. الساعه 8. حاضر. مع السلامه يا مراد. ويسكي. يا خبر يا مراد انا عمري ما شربت. خلاص تجربي النهارده بعدين يحصل لي حاجه. ما تخافيش عليا انا. لكن احمد نوم نرقص.
نفتكر نروح بقى. ما تسوقش بسرعة يا مراد. ليه خايفة؟ شوي. خايفة مني؟ خايفة عليك. أقدر أعرف ليه؟ وده سؤال يا مراد؟ يعني زي ما أنا فاهم؟ أيوة. وأحمد؟ ما كانش حب. ألو مين؟ حكمت؟ ازيك؟ وازاي احمد؟ بقالي مدة ما بشوفوش، اصله سافر البلد بعد ما سقط في الامتحان. ما تتصورش يا مراد انا قد ايه متضايقة. لا 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 مالوش حق ابدا. طيب تحب نخرج سوا شوية؟ انا ما اقدرش اسمع انك متضايقة واسيبك. تحب امتى؟ الوقت اللي هناك الساعة 8. حاضر، مع السلامة يا مراد. اتنين ويسكي. يا خبر يا مراد، انا عمري ما شربت. خلاص تجربي النهارده بعدين يحصل لي حاجه. ما تخافيش عليا انا. لكن احمد نوم نرقص. خايفة؟ شوي. خايفة مني؟ خايفة عليك. أقدر أعرف ليه؟ وده سؤال يا مراد؟ يعني زي ما أنا فاهم؟ أيوة. وأحمد؟ ما كانش حب، كان شعور بالعطف. لقيته وحيد وبيحبني، اضطريت أجاريه عشان ما يحطمش مستقبله. هتروحي؟ طبعا. طيب ما تيجي عندي في البيت نقعد شوية. لا يا مراد ما يصحش. تبقى خايفة مني. ما اقصدش، انما لكن انا بس. خلاص هتيجي معايا اقعد اسليكي شوية. انا شايف انك انت متضايقة. واشكرك جدا على تهنئتك لي بالنجاح. أصبحت الآن محامي كبير جدا. لقد اتفقت مع أستاذ كبير لأقضي عنده مدة التمرين. إنني شديد الأسف لسقوطك أخي أحمد. سأضطر إلى ترك المنزل آخر الشهر الحالي. سأسكن في منزل قريب من المكتب الذي أتمرن فيه.
الجواب ده من مصر. وبتسألي ليه؟ يلا خلص اللي في ايدك عشان انا مسافر دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه. هتسافر يا احمد؟ ايوه يا نين. الجواب ده منها؟ لا ده من لبيبه. ومستعجل على السفر ليه يا ابني؟ معلش يا نين عشان اعرف اذاكر. طب وما ذاكرتش هنا اليومين اللي فاتوا ليه بدل ما كنت قاعد كل يوم تكتب جوابات؟ ما هو لازم اكتب لها كل يوم يا نين. انت لو شفتيها هتحبيها زي واكتر شويه. دي بنت كويسه واخلاقها عاليه. يجوز يا ابني. المكوى يا دكتور. ايدك بقى على شيلك. لا عنك احسن تكسرهم. تبقى تشيلهم الشنطه تحطهم في الدولاب والحاجه اللي تتكسر تبقى تجبسها. مالك يا احمد؟ في حاجه مزعلك؟ لا مفيش حاجه. انت زعلتي احمد في حاجه يا خالتي؟ ابدا يا بنتي. لازم كلمتي على الامتحان. احنا مش متفقين ما اجيبش السيره دي تاني. ولا يهمك يا احمد، كلها ست اشهر وتنجح وتتخرج وتبقى دكتور كبير. ولو انك يعني ولا كبير ولا حاجه. انا محضره لك شويه فطير. بس اوعى تدوهم الا ما توصل مصر بالسلام، احسن تتريق عليا زي عوايدك. مش ناسي حاجه؟ لا. خلاص مسافر يا ابي؟ ايوه مسافر يا حبيبتي. اهلا حكمت، ازيك؟ وحشاني قوي، وحشاني خالص، وحشاني موت. وصلت امتى؟ وصلت امبارح، ما قدرتش اكمل اجازتي في البلد، عايز اقعد معاك كتير، كتير قوي. نتقابل الليلة؟ مش عارفة يا أحمد، طنط عيانة وما اقدرش اسيبها واخد. فهميها انك هتقابلي خطيبك. مش هقدر يا أحمد. يبقى اجي عندكم في البيت، اقعد معاكي وازور خالتك كمان. لا يا أحمد، أنا جاية. ميرسي قوي يا أحمد، هستناكي الساعة 8 في الكازينو. خير اتفضل. خد يا. لا متشكرة ما تجيبش حاجة. أنا مش هقعد كتير. ليه هو في حاجة؟ أحمد أنا عايزة أكون صريحة معاك. أنا عارفة إن الكلام اللي هقوله دلوقتي هيألمك، لكن مفيش داعي أخبيه عنك، لأنك هتعرفه في يوم من الأيام. إيه الحكاية؟ أنا مش قادرة أنتظر أكتر من كده، عايزة أطمن على مستقبلي. أنا فاهم يا حكمة، ومستعدة أكتب كتاب وقت ما تحبي. مش قصدي كده. انت طبعا تحب لي الخير ويهمك مصلحتي. انت عارفة انا النهاردة قدمت استقالتي خلاص، وجاي اقولك اني هتجوز واحد تاني. ارجوك يا احمد تفهم شعوري. اعرفه؟ بكرة تعرف. احسن مني؟ الكلام ده مش هيفيد، اعتبر دي اخر مقابلة بينا. حكمة انت عارفة انا بحبك قد ايه. حكمة ايه اللي خلاك تغيري رايك كده؟ اوامك نسيتي وعودك؟ هساعدك في العياده واسعدك في البيت، الكلام الحلو اللي بنيت عليه امالي. انت عارفه انت بتعملي ايه دلوقتي؟ بتحكمي على واحد انه يعيش طول حياته معزه. حكمة Thank you.
ده نمت تاني ولا ايه؟ احمد احمد مالك انت سخن كده ليه؟ اعمل لك كوبايه شاي. انا لازم اجيب دكتور حالا. نسيت اقول لك انا مضطر اروح من القمح دلوقتي. بابا اتصل بيا النهارده الصبح عايزني في مساله ضروريه. انت اسف قوي يا حكمت اخي غصب عني. ايه برفاري روحي. لا طمنه دلوقتي احسن لكن محتاج لراحه اسبوع كمان. و لازم تكرروا نفس الدواء اللي كتبته المره اللي فاتت. ايوه يا دكتور اصل لما لقيناه هيخلص بعتنا نجيب غيره زمانه جاي دلوقتي. مع ملاحظه المواعيد بالظبط. حاضر يا دكتور. عن اذنكم اتفضل. مع السلامه يا دكتور. الله يسلمك. استاذن انا يا نينا مش لازمكم حاجه مني؟ كتر خيرك يا ابني ده احنا تعبناك معانا كتير. العفو يا نينا ده احمد اخويا. انا كان بودي اقعد معاكم شويه بس مضطر امشي علشان اوضب الشقه الجديده. عشان خاطري. مش عاوز. عشان تخف يا احمد. انا خلاص خفيت لكن الدكتور بيقول لسه شويه. انا كمان دكتور وعارف. اسمع بقى ما تخلينيش اسهولك بالعافيه. طب كمان شويه. ايه يا استاذ لعب العيال ده؟ هدى اطلعي كتفي مدام الزو مش نافع وياه. لا لا مفيش داعي مدام فيها هدى حشر. ايوه برافو شاطر. لا لسه في شويه كمان. برافو بالشفا ان شاء الله. مراد بيأذن مش موجود. مع السلامه. الو مين؟
ايوه يا ابو خالق. يا فندم، في واحده ست هنا اسمها حكمه، بقالها مده منتظره والد سيادتك او حضرتك، وبتقول انها عايزه تكلمه، انما لاجل الستر البيه مش موجود دلوقتي في الفيلا. في حاجه تؤمر بيها سيادتك لنفذها؟ اسمع، حاولوا تتخلصوا منها باي طريقه، ما تخليهاش تقابل بابا ابدا، اتصرف باي شكل وطردها. اسمع، انا مش عاوز الموضوع ده يبقى له صله بيا بتاتا، مفهوم يا عبد الخالق؟ مفهوم يا فندم، اطمئن سيادتك خالص. مع السلامه. يا عويس يا عويس يا فندم. الست اللي قاعده في الجنينه مستنيه مراد بيه، شوف لك طريقه وزحلقها من هنا، ما تخليهاش ترجع تاني ابدا. محدش من البهوات هنا، لا مراد بيه ولا البيه الكبير. معلش، حتى انا لحد ما يجي حد منهم. مفيش هنا جعان. قومي بقى وريني عرض كتاف. اوعى ايدك. طب قولي بقى من قدامي لحتى ما يحصلكيش. طيب مش خارج. انت هتتلمض معاي. طب ماشي من قدامي، ماشي. طيب ايه يا اخويا؟ اطلع يا متهوي هنا تاني، لقطة على رقبتي. ايه ده يا عبد الخالق؟ بنت يا سعادة البيه، واحدة من البلاوي اللي بيتحدفوا علينا. عايزة ايه؟ زي كل نوبة، الزهر حد ضحك عليها وقال لها انه يبقى مراد بيه. مين؟ احمد؟ الله اعلم يا سعادة. ما يمكن تكون رامية بلاها وسي احمد افندي مظلوم. مظلوم مش مظلوم، اهي فضيحة. انا خلاص غلبت مع الولد ده، انا انظرته قبل كده من النهاردة، لا هو ابن اخويا ولا نعرفه، مفيش مليم يطلع له من جيبي. يروح بقى يشوف له شغلانة ويصرف على نفسه. مالك يا احمد قاعد علي كده ليه؟ خلاص يا سيدة، ده احنا مسافرين النهاردة عشان ترتاح. وحياتك يا امينة تسيبيني في حالي؟ هو انا مسكاك؟ كنت الايام قامت. وبعدين معاكي، انت مش عارفه ان عمي قطع عني المصروف ومش قادره اكمل تعليمي؟ هو ده اللي مضايقك؟ اذا كان عمك قطع عنك المصروف، اهي عمتك موجوده. عمتي؟ عمتي مين انت كمان؟ وانا ليه عمه؟ عمتك امينه يا اخي. امينه مين؟ عمتك وبنت خالتك وتلمستك. اسمع يا احمد، انا مستعده اساعدك لحد ما تنجح وتبقى تسددهم لي بعد كده وعليهم الفوائد. وعلى فكره مش هاخد منك فوائد كتير. يا شيخه بلاش كلام فارغ. اشمعنى يعني تقبل من عمك وما تقبلش من بنت خالتك؟ انت بتعتبرني غريبه؟ انا ما قصديش كده يا امين. خلاص يا سيدي على كيفك، لكن ده برضه ما يخليكش تسيب المذاكره وتقعد بالشكل ده. ارجوك يا امينه سيبيني، انا مش فايق لك. انا مش هخرج من هنا الا لما تقعد تذاكر. حاضر حاضر، انا هذاكر. خليك انت مستريح وانا هجيب لك الكتاب لحد عندك. الكتاب ده؟ ايوه. الله، ايه الصور اللي جوه الظرف دي؟ ما تفتحيش الظرف ده، هاتي وريني. عاوز اشوفه. لا ما تشوفيهمش، هاتي الظرف. والنبي عاوز اشوفه. الله امينه، وبعدين معاكي هاتي الظرف. فيها ايه يعني لما اشوفه؟ ايه اللي عندي بتاعك ده؟ هاتي الظرف بقول لك. امينه هاتي الظرف. لازم اشوفه. أنا آسف يا أمينة، أنت زعلتي؟ عمري ما زعلت منك يا أحمد، ولا هزعل منك أبدا. طول عمري بحب، من أيام ما كنت بتذاكر لي وأنا صغيرة وتضربني على إيديا لما بتعيطي ليه؟ ما كنتش عايزة أقول لك إني بحبك من غير ما أعرف إذا كنت بتحبني ولا لأ. أمينة استني، ما تعيطيش يا أمينة، أنا ما أحبش أشوفك بتعيطي أبدا، ربنا يقدرني الناس عليك. ما قلت ليش بتحبني ولا لا؟ ما بتحبش التانية خلاص؟ أرجوكي ما تجيبيش سيرتها، دي كانت غلطة. و معلش يا أحمد، كل واحد بيغلط وأنا مسامحاك. إيه رأيك بقى في اقتراح عمتك أمينة؟ أنت عمتي وبنت خالتي وحبيبتي وعروستي. أمينة؟ نينا خلاص يعني أنا ممكن تخطبي لي أمينة وهنتجوز أول ما تخرج. مبروك، ألف مبروك، ده يوم المنى. مبروك يا أمينة.
فين المدة دي كلها يا حكمة؟ اوعى دخلها هنا، رجعها بره. رجع تاني ليه؟ معلش يا حاج، علشان خاطري، ربنا ما يفضحلكش وليا. قسما بالله العظيم ما تخش بيتي بعد النهارده. ارجعي مطرح ما كنتي، ما دام ما فيش حد مانع عينك. حكمت، انا سمعت اللي قاله جوز خالتك، ما خلصنيش اي حد يكسر بخاطرك. انا تحت امر، انا مستعد اجر لك مطرح وافرشولك من احسن فرش. الحمد لله خير ربنا كتير والاشياء رضا. انا عندي ما اقدر اتجوزك على عواطف. تتجوز مين يا الدلعادي اللي دايرين على حل شعرها؟ طب بس اعرف انت قاعده فين دلوقتي؟ حرف عينيكي دلوقتي لما ما لقيتيش حد يعبرك. بس يا بنت بقى تلمي شويه، بقيت شملول دلوقتي وعايز تتجوز عليا؟ انت شريك، انا حر. والنبي انا من امتى طلعت القصر يا سيد؟ الله يرحم. انت يعني مش هتجيبيها بالذوق؟ وانت ينفع معاك الذوق ده؟ انت عايز حش رقبتك. طب عليا الطلاق، ما انت بايته فيه. اتفضلي بقى على امك كده. طب يمين على يمينك يا سيد، لان خربة بيتك وبيتها السكاكيه الخطافه. عايزة ايه؟ انا دلوقتي ملياش غير ربنا وانت يا احمد. انا عارفة انك شهم وانسان كبير وما يخلصكش ترميني في الشارع. يا ريتني كنت سمعت كلامك، ما كانش حصل اللي حصل. مراد طردني بعد ما ضحك عليا. ما رجعتيش بيتكوا ليه؟ جوز خالتي طردني لما عرف اني استقلت وما اتجوزتش. قدمت طلبات كتير ولسه ما جانيش الرد. احمد انت لسه زعلان مني؟ انا جايه اترجاك تسامحني، جيت وكل ندم. انا عارفه انك زعلان مني احمد. انا ما انساش انك طلبت مني يوم من الايام اني اكون مراتك. اذا كنت لسه عايزني يا احمد انا تحت امرك، مستعد اكون خدامة تحت رجليك. خلاص يا احمد مش عايزني. الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي. خلاص انا خطبت بنت خالتي. الليله دي بس، اصلي ضيعت كل اللي معايا وماليش بيت. في الاوضه اللي كان ساكن فيها لبيب تقدري تباتي فيها. كتر الف خيرك يا احمد.
انا همشي من بدري. الاوضه هي، اتفضلي. تصبح على خير. وانت من اهله. لا متشكر، خش انت استريحي. انا اصلي بعيد عن المذاكره وحنام بدري. انت بتكتب جواب؟ ايوه. خلاص خلاص، اتفضلي استريحي. خد البطانية دي، يمكن تحتاجيها. ربنا ما يحرمنيش منك يا أحمد. حكمة، تقدري تقعدي هنا مؤقتا لحد ما اتخرج وافتح عيادة، وبعدين إن شاء الله تبقي تشتغلي معايا ممرضة وتبتدي حياتك من جديد. كتر ألف خيرك يا أحمد. تصبح على خير. وأنت من أهله. ما فيهاش لا نقد ولا ابرام. صباح الخير. مش دي شقة الدكتور احمد؟ ايوه. هو موجود؟ لا والله، هو خرج من شوية. اتفضل. انت مش عارفني؟ عارفك يا فندم، عارفك قوي. انا حكمت. ايوه يا فندم عارفك. طب اتفضل، انت رايح وزمانه جاي. انا متأسف، اصلي عندي جلسة في محكمة السيدة، قلت افوت عليه قبل ما اروح. اهلا 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 ابو العتاب. ازيك؟ ازاي حالك؟ ده ابو العتاريس، ده الخير والبركه، ده ياما سلفنا فلوس واحنا تلامذه. ده معاه فلوس؟ ده اغنى مني ومنك.
انت اتجوزت ولا لسه؟ انا متاسف جدا. اذا سمحت تقولي لاحمد يفوت عليا في المكتب لان عايزه ضروري، هو عارف العنوان. حاضر. السلام عليكم. مع السلامه. يلا بالعطاريه. يا اخي وانت دمك تقيل كده. ها ما تنساش تبعت الانذار. حاضر يا استاذ. السلام عليكم. اهلا. السلام. اهلا دكتور. دكتور احمد المواردي صديقي. اهلا وسهلا تشرفنا. الاستاذ محمود يوسف المحامي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. شك. اهلا اهلا اهلا. فينك يا راجل من زمان؟ ها اهو اوام يا مرسي. حاضر. بقى اذا ما كنتش اسال ما تسالش. والله يا لبيب انا غرقان لشوشتي في المذاكره. مذاكره بس؟ قصدك ايه؟ يعني ما انتش فاهم قصدي؟ ازاي يا راجل تقعد حكمت معاك في البيت؟ فيها ايه؟ لا دي فيها وفيها. امال انا سبت لك خبر تجيني المكتب هنا ليه؟ انا شايف بصراحه ان تصرفك ده مش مظبوط. انت مش خاطب بنت خالتك وهتتجوزها؟ اي خلاص يبقى مفيش لزوم لوجود الست دي معاك. انت فاهم ايه؟ ده مفيش اي حاجه بيني وبينها، المساله مجرد عطف. وتفتكر ان العطف ده هيفضل عطف على طول؟ مش هيرجع زي الاول؟ ما افتكرش. يعني مش واثق. ايه الحكايه يا لبيب؟ شوف يا احمد، اللي زي دي ما تسلمش منها الا اذا بعدت عنها، وانا انصحك انك تنفد بجلدك. على كل حال انا بعد ما اتخرج مش هخليها معايا في الشقه. انا هشغلها عندي في العياده ممرضه. دي ممرضه كويسه قوي. وتفتكر ان بنت خالتك هتوافق لما تتجوزوا؟ يا اخي لسه بدري على الجواز. انت مش هتتجوز بعد ما تتخرج؟ وده معقول؟ فين لما الواحد يطمن على مستقبله ويكون نفسه؟ الجواز ده مش لعبه يا لبيب، دي مسؤوليه كبيره. شفت ازاي انا عندي حق؟ ابعد عنها احسن الصنف ده. لا 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 اطمن. يا ريت يا احمد. لا انا مش هلبس كرافات. لا 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 الدكاتره لازم يلبسوا كرافات. لكن النتيجه لسه ما طلعتش. ان شاء الله هتنجح. إيه تحب تاكل ايه النهارده؟ اي حاجه. يعني ما نفسكش في حاجه؟ لا متشكر. ابدا ابدا. سعيدة بقى. انت هتخرج دلوقتي؟ ايوه. مش نبقى قاعدين احسن؟ مش الامتحان خالص خلاص؟ لا يبقى لبيب كان عنده حق في كلامه. في ايه؟ في اننا مش هنقدر نعيش مع بعض اصحاب بس. هو قال لك ايه؟ مفيش يعني، بس كان خايف عليا. خايف من وجودك معايا في الشقة. وصدقت كلامه؟ لبيب صاحبي. صاحبك؟ انت طيب قوي وعلى نياتك. قصدك ايه؟ يعني لو كنت فكرت شوية كنت عرفت هو قالك كده ليه. احمد لبيب جه هنا وانت برا وعمل معايا محاولات، ما كنتش عايزة اجيب لك سيرتها عشان ما تخسروش بعض. قال لي انك خاطب ومش فاضيلي وانه فاضي ويتمنى انه يعيش معايا، لكن انا ما احبش اكرر غلطتي دي تاني. لبيب عمل كده؟ ايوه. هو مالكش جاي امتى؟ بعد دلوقتي زمانه جاي. بقالك ساعه يا اخي بتقولي زمانه جاي. يبقى زمانه جاي. احمد اهلا اهلا اهلا. اشرقت الانوار. اهلا اهلا. اهو اوام يا مرسي. مالك يا احمد في ايه؟ ولا حاجه، انا فكرت في حكايه حكمه. لقيت عندك حق، وزعتها النهارده. عال مبسوط؟ طبعا. بس ما اعرفش عنوانها فين دلوقتي. ليه؟ كنت اديهولك علشان تروح تاخدها وتعيش معاها. ايه الكلام ده يا احمد؟ ما كنتش فاكر انه في نفوس وضيعه بالشكل ده. تنصحني اني ابعد عن حكمة عشان عايزها لنفسك؟ لا اسمع، هي دي الحقيقه. دي حاجه مش جديده عليك، انت طول عمرك كده عينك فارغه. لو كنت راجل ما كنتش تيجي البيت تغزلها في غيابي. يبقى لسه بتحبها؟ مش شغلك. بشرفي لولا العيش والملح اللي بينا انا كنت عرفت ادبك ازاي. انت مجنون يا احمد. انت اللي سافل. ايه ده يا استاذ لبيب؟ لا مفيش حاجه يا استاذ، ده سوء تفاهم بين اتنين اصحاب. من النهارده ولا انت صاحبي ولا اعرفك، انت فاهم؟ ده صاحبك الدكتور اللي عرفتني بيه امبارح؟ وهيفضل صاحبي على طول، مهما حصل بينا مش ممكن اسيبه يضيع بالشكل ده. انا ادرى بظروفه. هتعمل ايه؟ هبعت جواب لوالدته وخطيبته يجوا يشوفوا لهم حل معاه. Go!
من ابي احمد يا ماما. امينه وريني يا هدى. ولما وجدت انه لا يزال على علاقة بهذه المرأة اضطررت ان اخبركم بالحقيقة لتعملوا سريعا على انقاذه، فالمرأة نفسها تسكن معه. ما تسمعيني يا بنتي، انت هتقري الجواب لوحدك. ده من احمد يا خالتي. طمني قلبي، اياك تكون النتيجة طلعت واحمد نجح. سلامي واشواقي الى والدتي العزيزة واختي هدى. أما عن نتيجة الامتحان فلم تظهر بعد، لكن واثق من النجاح إن شاء الله. أرجو أن تبلغوا أمينة بضرورة الحضور إلي حالا لترى بنفسها بعض حاجيات تصلح للجهاز. وفي الختام سلامي إلى والدتي وأختي هدى. أنا لازم أسافر دلوقتي يا خالتي. هتسافري لوحدك يا بنتي؟ أيوة يا خالتي لازم أسافر. طيب هاتي الجواب. لا لا معلش خليه معايا عشان أحمد سابلي العنوان فيه. أنا إذن. طيب يا بنتي ربنا يهدي سركم ويبعد عنكم ولاد الحرام ويجعلك من الناجحين يا احمد يا ابني يا رب. مبروك يا دكتور. متشكر متشكر قوي. مش عارفه اعمل ايه، ارقص اضغط اغني، عايز اعمل كل حاجه كل حاجه يا احمد. ايه يا حكمة انت هترقصي؟ هعمل كل حاجه في يوم نجاحك يا احمد. أنا لازم أسافر يا حاج. ابعت لهم جواب ولا تلغراف؟ ما أقدرش. عشان خاطري يا أحمد ما تسيبنيش. أحمد أنت كده بتكرهني. إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا حاج؟ أمال ليه عايز تسيبني وتروح لأمينة؟ أمينة خطيبتي. وأنا يا أحمد؟ أنا بقالك إيه؟ وضع إيه؟ أنا قلت لك كذا مرة يا حكمة، أنا وعدتك إنك هتشتغلي معايا ممرضة، وأنا ما زلت عند وعدي. ممرضة؟ وأبقى شايفة واحدة تانية واخداك مني؟ وحبي ليك يا أحمد. ده شيء انتهى من زمان. كده؟ طب اللي تشوفه. لو احز اختي خطبوها
اشوف وشك بخير. مع السلامة. عاوزيني ارضها بعد ما هي عايزه تجرجرني في المحاكم. خليها تجري ورا المحامي اللي شدته. الواحد في شره بيعمل كتير يا سيد. كانت شرياك لحد ما بعتها. انت ناس انها ادتك اللي وراها واللي قدامها. الجواز اسمه نصيب واحنا نصيبنا سوا لحد كده. اللي اتكسر يصلح، تردها الليله ويا دار ما دخلك شر. ورحمه ابوك يا شيخ، ما انت مكسر كلامنا. حاول ايه يا جدعان اللي تحكموا بيه؟ وكده. عن اذنكم. اتفضل. ايه الغيبة الطويلة دي يا حكمة؟ برضو ده كلام الأمرة؟ غصب عني يا سيد، أصل كنت عيانة. ألف سلامة، كنت بعتيلي. مرضتش عكر مزاجك، ولما خفيت أديني جيت لك بنفسي. النهاردة هأجر المطر اللي هنقعد فيه، وبالليل نجيب المأذون. مأذون إيه اللي هتجيبه يا أستاذ سيد؟ هو ده الاتفاق اللي اتفقناه؟ هو مش كلام رجالة ولا إيه؟ ما تحل عنه وتسيبيه في حاله. وأنتوا إيه اللي حشركوا بيني وبينه؟ وشرف المصطفى انا عملت حاجه من دي ما نعرفك. هتشوفي لك سكه تانيه وقتها يا ست انتي. يعني سكت يا سيد؟ عايزاه يقول ايه؟ اتفضلي من غير مطرود. انا غلطانه اللي جيت. في 60 سلامه. البلد اللي تودي، حط عقلك في راسك وشوف مصلحتك فين. بوسه، انا خلاص نجحت. والنبي الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. مبروك يا ابي. الله يبارك فيك. امال امينه فين؟ امينه ما سافرت لك. انت مش بعت لها جواب تروح لك؟ جواب؟ طب وهي سافرت امتى؟ سيبها في السكه. يبقى انا لازم ارجع مصر حالا، لازم الحقها قبل ما قبل ما تروح للبيت وما تلاقينيش. وعلى ايه يا ابني؟ ما هي لما ما تلاقيكش هترجع تاني. لكن ازاي تبعت لها جواب ولا تستناهاش؟ اصل يعني انا في الحقيقه انا بعت جواب قبل ما تظهر النتيجه، وقلت الحقها هنا قبل ما تسافر. عن اذنكم قطر مصر هيمشي حالا، عن اذنكم لازم الحق. موجود. محدش سألك. انت قاعدة هنا تعملي ايه؟ يلا لمي حاجتك ونجري على بره. انا بشتغل هنا. عايزة منه ايه تاني؟ نسيتي اللي عملتيه؟ يلا اتفضلي. ما اقدرش اخرج الا ما الدكتور احمد يقولي. وليكي عين تتكلمي؟ الكلام اللي هقوله هيقوله احمد. انا خطيبته وده بيتي. يلا على بره. نزلي ايدك وما تنرفزنيش. بقولك اخرجي احسن لك. ما تكوليش ايدك. هتضربيني يا مجرمة؟ انا مجرمة قليلة الادب. بص عليكي وعلى اللي علمك. Thank you.